السلام عليكم، أنا اسمي دكتور ياسر عثمان وهنبدأ أول محاضرات التخدير للأندرجراديوت. أول محاضرة هنبدأها هي الـ preoperative assessment and medication. هنتكلم شوية عن يعني إيه تخدير. الـ anesthesia as a word came from the Greek terminology without sensation. يعني إيه يعني من غير ألم؟ إيه الديفينيشن بتاعتها؟ is a state of controlled temporary loss of sensation or awareness that is induced for medical purpose. إيه الكومبوننت بتاعتها أو إيه العناصر المختلفة اللي لازم تتوفر for a perfect anesthesia state؟ analgesia paralysis, amnesia, يعني loss of memory, and loss of consciousness. علشان تبقى the full anesthetic state. في ثلاثة categories للأنستيزيا اللي احنا ممكن نعملها للعيان أثناء العملية. أول حاجة we can use general anesthesia in which there is suppress in the central nervous system activity resulting in unconsciousness or total lack of sensation. Sedation, which means that we remove the anxiety of the patient and some of the memory state of the patient. So he cannot remember what happened in the operation, but there is no loss of consciousness. The patient is conscious through the operation. Regional and local anesthesia. This varies from a simple block using local anesthetic to the area that we operate upon, like, for example, a field block, or a little bit more like a nerve block, or a longer or larger block that we can use like spinal anesthesia or epidural anesthesia, which طيب هنتكلم على حكاية الأنستيزيا وإيه المراحل أو اللي تهم دكتور التخدير والعيان علشان يعدي بفكرة الأنستيزيا بوجه عام. أول حاجة أو أول مرحلة أو period اللي هي preoperative period، ودي اللي هنتكلم عليها النهاردة في المحاضرة بتاعتنا، وفيها two elements أساسيين: الexamination يعني assessment بتاع العيان، والmedication and preparation يعني لو بنقدر نديله أدوية معينة أو إزاي نحضره للعملية. وطبعا أثناء الحاجتين دول بناخد decision في الانستاتيك بلان بتاعي اللي هتبقى المرحلة التانية اللي هي انترا اوبرتيف بيريود، ودي فيها ثلاث مراحل مهمين. اول حاجة الاندكشن اوف انستيزيا يعني ازاي بندي انستيزيا للعيان. تاني حاجة المانتننس بتاعتنا ازاي بنفضل جنب العيان لغاية لما العملية تنتهي وبنعمل ايه، والريكفري بتاعة العيان بتاعنا. كل واحد من دول هيتاخدوا بعد كده ان شاء الله في محاضرات سيبريت بتفاصيل اكبر. بعد لما نخلص العملية نوصل للمرحلة الثالثة والاخيرة وهي البوست اوبرتيف بيريود، وفيها بندي البوست اوبرتيف كير وبنشوف لو في اي كومبليكيشن حصلت او محتاجين نعدل اي حاجة في البلان بتاعتنا او ندي اي ميديكيشن فور اكزامبل any complications or any pain or any supportive treatment. ال preoperative assessment and medication. ايه الهدف بتاعنا؟ To evaluate the patient so the patient is in the best possible state for the operation. نهيئه يعني العملية. To anticipate any possible complication during and post the operation, post-operative period. Reduce the patient anxiety
بحاجتين اساسيين، يا اما نديله ميديكيشن انتي انكزايتي ميديكيشن، او الاكسبلانيشن للعيان ان احنا هنعمل ايه بالظبط وتفاصيل العمليه وتفاصيل التخدير والمخاطر اللي ممكن تحصل له، لما العيان يبقى عارف ايه اللي هيحصل وانتسيبيت ايه اللي هيحصل، الانكزايتي بتاعته بتبقى اقل كتير. طبعا بعد لما نقعد نتكلم معاه نفورموليت الانستاتيك بلان، احنا هنحتاج انهي فورم من الفورمز اللي احنا اتكلمنا عليها، سواء جنرال انستيزيا او لوكال انستيزيا او سيديشن او وات ايفر، هنعمل ايه بالظبط. بعد كل لما نتفق على كل حاجه نتيك الانفورمد كونسنت فروم ذا بيشنت. اول جزء في المحاضره البري اوبرتيف اسسمنت. لازم ما ننساش ان احنا بنتعامل مع عيان، يعني we have to know the name, the age, what kind of operation is he going to do، وكل المعلومات دي لازم نتأكد انها صحيحة وانها بتوصل مظبوط لكل care provider، من اول النيرس للدكتور للسيرجنت للفايلينج بتاع المستشفى. نعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجة طبعا لازم ناخد history taking بتاعنا، وده مهم جدا في التخدير، خصوصا لو في other operations العيان ده عملها واخد فيها تخدير، هل حصل فيها complications، هل كان في history of difficult intubation which is something very important that we should look for and it's going to be discussed later، هل في prolonged apnea حصلت، هل في delayed recovery حصل ولا لا. الميديكال هيستوري طبعا بتاع العيان، وخصوصا حاجات في الشست الهارت الرينال الهيباتيك بروبلمز از فيري امبورتنت فور دي انستيزيا بلان، وهندسكس برضو الكلام ده ليتر ان مور ديتيلز ليتل بيت. دراج هيستوري طبعا لو في يعني دراجز معينه زي الاسترويد او كاردياك دراجز او الانتي هايبرتنسيف او البرونكودايليتورز، ليه؟ لان ده بيساعدنا كتير لو احنا عارفين الحاجات دي ان احنا نستمر عليها اثناء العمليه او قبل العمليه بحيث ان العيان يبقى كنترول. لو في الرجي او في سموكينج او في درينكينج هابتس او في ادكشنز، طبعا كل الكلام ده لازم ناخده من الهيستوري كويس. الفيزيكال اكزامينيشنز طبعا هنعملها زي اي فيزيكال اكزامينيشن اخدناها في البطن قبل كده. اللابوراتوري انفستيجيشنز تو كونفيرم ذا دايجنوزيس ذات وي هاف ريتشد فروم ذا هيستوري اند فيزيكال اكزامينيشن اف وي نيد ذات. Okay, what is the kind of the diseases or conditions that is particularly interested to the anesthetist? الحاجات اللي احنا ندور عليها اثناء الاكزامينيشن. اول حاجه في respiratory system، لو في chronic obstructive pulmonary disease او chest infection او wheezy chest، او في pleural effusion او hemothorax أو نيموثوركس، لأن الكلام دوت ممكن يأثر بشكل كبير قوي على التخدير، خصوصا لو مثلا عنده حساسية من حاجة معينة، أو لو في problem في الشست ممكن نخليه في الأوبتيمال كونديشن علشان نقلل الريسكس اللي ممكن يتعرض عليها. كارديوفاسكولار سيستم من أهم الحاجات اللي لازم برضو نتأكد إنها كويسة، وخصوصا الريزم بتاع الهارت، هل عنده اريثمياز، هل عنده اي اف، هل عنده كرونيك اي اف، هل عم بياخد انتي اريثميك دراجز او ما شابه. البلاد بريشر طبعا ده منتشر جدا في معظم العيانين عندهم هاي بلاد بريشر، والمفروض ان احنا نظبط الضغط قبل ما يخش العمليه عشان برضو نقلل الريسك. الهارت كونديشن از هول، لو في مثلا اسكيميك هارت ازاي نقدر ان احنا نتعامل مع الكونديشن دوت، لو في هارت فيلير ازاي نظبطه، لو في فالفرار بروبلم او ما شابه، كل الكلام ده مهم جدا ان احنا نعرفه قبل عمليه التخدير. الحاجات المهمه جدا الايروي بتاعنا، الايروي بيكوز ان ده من ضمن الحاجات اللي احنا بنتعامل معاها بشكل مباشر، وخصوصا في الجنرال انستيزيا، والاوبستراكشن اوف ذا اير واي از ا فيتال كومبليكيشن، فلازم نعمل شويه اكسكلوجن لشويه بروبلمز. زي ايه؟ زي الديفيكلت اندوتراكيال انتوبيشن،
الماوث اوبننج بيفتح بقه ولا لا، بيقدر يحرك رقبته ولا لا، التيث هل في مثلا لوس تيث ولا لا. وهنشوف شوية صور بعد كده بتبين لنا لو في difficult intubations أو في expect difficult intubation منظر العيان ممكن يبقى شكله إزاي، وناخد بالنا من إيه بالظبط. طبعا زي ما احنا قلنا السنان من أهم الحاجات اللي احنا ناخد بالنا منها، هل في loose teeth، هل في damage teeth، هل في سنة ممكن تقع أثناء الانتوبيشن ولا لا. النيوتريشن، هل في مال نيوتريشن للعيان، هل نقدر ان احنا نتصرف نحسنه قبل العملية، او في اوبيزيتي. الاوبيزيتي من واحدة من المشاكل اللي بتضايقنا كتير قوي في التخدير، من اول اير واي وبيبقى صعب بعض الاحيان، لوزن العيان الزايد ممكن ما يستحملش الترابيزه البنج، ما تستحملش العيان، او ترابيزه الجراحه ما تستحملش العيان، لحاجات كتيره قوي فلازم يعمل له اسسمنت كويس. زائد ان العيانين الاوبيز بيبقوا مور لايبل لكاردياك اند تشست بروبلمز، اندوكراين ديزيز زي مثلا الدايابيتس، وازاي نظبط سكر العيان ده قبل العمليه واثناء وبعد العمليه، او ثايروتوكسيكوزز، الهيماتولوجيكال ديزيزز ومن ضمنها مثلا انيميا او كوجوليشن ديفكت، وده مهم جدا ان احنا نبقى عارفين، لان لو كان العيان اصلا عنده كوجوليشن ديفكت وعملنا العمليه ممكن النزيف يبقى شديد. طبعا ممكن نشوف بقى ايه السكين، لو في كالر، لو في ساينو. ده سكور اسمه مالامباتي سكور، من ضمن الحاجات اللي احنا نقدر نحكم بيها على difficult intubation. زي ما شايفين متقسم لفور كلاسز، كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4. كلاس 1 احنا شايفين النيزوفارينكس بشكل كبير، وكلاس 4 احنا تقريبا مش شايفين اي حاجه. طبعا كلاس 1 ده ايزي او يعني بي بريدكت simple intubation or easy intubation، كلاس 4 ده بي بريدكت difficult intubation. هنشوف بعض الصور برضو اللي ممكن تبقى difficult intubation، زي الراجل دوت عنده scar في الفيس او burned face، والماوث اوبننج بتاعه صعب جدا انه يفتحه، وبالتالي ده difficult قوي ان انا اركب له تيوب. ده مثلا في تيومر عامل distortion للماوث وdistortion للتيث، وبالتالي expected to have a very difficult airway or very difficult intubation. ده العيان الموربيد اوبيز زي ما احنا شايفين برضو ممكن يبقى expected difficult intubation. ايه الريسك assessment؟ من ضمن اهم الحاجات ان احنا نعمل اسسمنت للريسك بتاع العمليه نفسها والريسك بتاع التخدير للعيان. في سيستمز كتيره او سكورينج سيستم كتيره موجوده، ابسطها واسهلها واشهرها الاسا كلاسيفيكيشن او الامريكان سوسايتي اوف انستيزيا كلاسيفيكيشن، ودي بتقسم العيان لكذا كاتيجوري هنتكلم عليها بالتفصيل في السلايد اللي جاي. منها هل العيان ده فيت ولا لا للانستيزيا، هل في ريسك عالي عليه ولا لا، هل العمليه دي الكتيف سيرجري ولا ايرجنت سيرجري. لو الكتيف سيرجري ممكن تتاجل شويه عشان نحسن الكونديشن بتاع البيشنت، لو ايرجنت طبعا لازم نعمل الكلام دوت لان احنا ما نقدرش ناجلها والا العيان هيتاثر ويحصل له مشاكل. طيب الامريكان اسوسيشن اوف انستيزيا الكلاسيفيكيشن بتاعتها زي ما قلنا كلاس 1 او اسا 1، ده فيت هيلثي بيشنت، كلاس 2 اور اسا 2 اي بيشنت وذ مايلد سيستميك ايلنس، حاجه صغيره مش مؤثره عليها، اسا 3 بيشنت وذ سيفير ايلنس بت داز نوت ميك هيم ان كاباسيتيتنج، اسا 4 اي بيشنت وذ incapacitating systemic illness and is a constant threat to life. Class 5, the patient is expected to die within 24 hours with or without surgery. And the last class is the brain dead patient. The preoperative preparation بتاعتنا، اول حاجه لو في محتاجين بلاد مثلا لازم نعمل اوردرنج للبلاد، لو العمليه دي اكسبكت تو بي بلادي اوبريشن. الصيام او فاستنج، لازم العيان يبقى انستركتد تو فاست اتليست فور 6 اورز فروم سوليد فود،
ولو عيان بيبي بيرضع on breast milk at least for 4 hours, or this is the number of hours that he should fast, and clear fluid can be given up to 2 hours preoperatively. يعني العيان احنا محتاجينه على الاقل صايم 6 ساعات لو كان adult, اقل من كده مش هيعتبر صايم. البريست ميلك 4 hours والكلير فلويد for 2 hours قبل العملية. الستاندرد hospital operating gowns should be given to the patient to wear. وليه ستاندرد operative operating gown؟ لان احنا محتاجين حاجات قطنية ما فيهاش نايلون ما فيهاش حديد. العيان ده لازم يبقى نشيل اي حاجة في سنان صناعي او مجوهرات او لو في مكياج او عدسات لاصقة, كل الكلام ده لازم يتشال العيان يتعلم انه يشيله وياخد انستراكشن بده. لان اولا مثلا في حاجات كتيرة قوي بتأثر على السنسيتيفيتي بتاعة الاجهزة زي البالس اوكسيمتر مثلا هتاخدوه بعد كده, وده لازم يشيل العيان المونيكير لو حطه مونيكير, او مثلا الروج لانه بيلخبط في لون الشفايف او السينوزيس او ما شابه. فكل الحاجات اللي هي صناعية دي لازم تتشال ويلبس سيرجيكال جاون قطني بسيط ما فيهوش اي ماتلز ولا اي حاجة وايزي تو اتاك. الميديكيشن البري اوبرتيف ميديكيشن الايم بتاعنا ان احنا نقلل الانكزايتي بتاع العيان زي ما احنا قلنا, وان احنا نخليه ان ذا بيست بوسيبل اوبتيمم كونديشن. الدراجز اللي ممكن نديها بري اوبرتيف, اول حاجه السيراتيفز, الانالجيزك زي الاوبيويد او النونستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز, الانتي كولينرجيك زي الاتروبين, بس ده دلوقتي مش بنستخدمه بكثرة. كان زمان الأول الأتروبين دوت بيتاخد بشكل روتيني قبل العمليات. الأنتي إيماتكس عشان العيان ما يجيلوش أي نوع من أنواع النوزيا أو الفوميتينج. الهيدروكورتيزون, اتش 2 ريسبتور بلوكرز أند أنتاسيدز. لو إحنا إكسبكتنج إن العيان هاي أسبريت فبنخاف من الهاي أسيديتي بتاعت الاستومك فبندي أنتاسيدز. ميديكيشن بقى اللي هو اصلا بياخدها زي الانتي انجينال ميديكيشن, انتي هايبرتنسيف ميديكيشن, انتي اريثميك ميديكيشن, كل الحاجات دي لازم تستمر حتى اثناء ساعات الصيام, تتاخد في مواعيدها قبل العمليه, او لو اكوردنج تو الانستراكشن بتاع الدكتور التخدير لازم يشوف هو بياخد ايه بالظبط ويظبط الادويه دي قبل العمليه. واخيرا طبعا لو في انفكشن ولا حاجه لازم ياخد طب في ليميتيشن للسيداتيف دراجز, يعني اي عيان ممكن ياخد سيديشن قبل العمليه ولا نخاف من عيانين معينين؟ لا, في عيانين احسن ان احنا نتجنب فكره ان انا ادي سيداتيف دراجز. زي ايه؟ الاكستريم اوف ايج سواء كان بيبيهات صغيره او ناس كبيره, دول بيبقوا لايبل ان السيديشن بتاعهم يبقى exaggerated شوية, ممكن يحصل compromise للإيرواي. العيان اللي عنده head injury أو altered mental state كذلك ممكن إنه sedation يأثر بشكل كبير قوي عن المطلوب وبالتالي يأثر على الإيرواي أو الهيمودينامكس. برضو limited cardiac or respiratory reserve العيانين دول ممكن sedative drug يأثر عليهم بشكل سلبي. الهايبوفوليميا, الفول ستومك لان لو العيان ده مش صايم كويس ممكن قوي يرجع ويأسبريت وهو نايم او مش واخد. اشكركم وارجو ان المحاضرة تكون سهلة وبسيطة وما فيهاش مشاكل.